كل المعلومات اللي بدك اياها موجوده بهيدا الملف. يسلموا، عذبتك معي، بس انك تكون جمعت كل هالمعلومات بهالسرعه هيدا دليل انك رح تكون محامي كتير شاطر بعد ما تخلص تمرين هون. عم نتعلم منك ماتر. على كل حال انا نازل على المحكمه، بتوصيني بشي؟ معلومات. المعلومات هي العنصر الاساسي باي قضيه. وصلت الفكره. باي. يعطيك العافيه. لهون وصلت موصيلك يا عاصم؟ رقاصة؟ شهيدي؟ قال لي شان نفس الشيء. في ناس بتحب الاختصار، لأنه لبينما تعرف علي بحرم المرحوم كامل باشا بيكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. بس شقفة هيك استاذ عاصم؟ الله يخليها لأهلها. الله يخليها للمرحوم. بس على كل ما بعرف، حس اني بعرفها، تشبه حدا بعرف او ملتقي فيها. بيغلق من الشبه 40.